هاد لوصوص بغيتي هاد نجدو لي كانوا لهاد الشيء هذيك انا ما هذيك انا ما جابوش كل الليل بابا فين هاد عمي الحاج راه هذا في واحد جاي بلي شي واحد هو داك سميتو بزاف هذا لا قريبه نخليوه يذكر لا لا عثمان شي بيناتنا بيني وبين ماركاسا واحد دابا جوج دو ماركاسا دو بيتروس اخوان شكون اللي داز حدا شي حلو في قطع اللي داز من الله وراه هذا قتلو سليمان هذاك اللي بقى كيخرجوا فيه دونك اون جينيرال داك جوج هي فعلا اليوم قمنا واحد الاحاشه بطلب من العماله الاحاشه جات في واحد المنطقه شويه حساسه اللي هي منطقه الرطبات المحمديه يعني جات ما بين في المجال الحضري سعاده العامل والسيد المدير الجهوي الاقليمي اللي ساعدونا باش ننظموها اليوم فعلا جات في الوقت اللي المناسب لان كثره الخنزير بهذه المنطقه هذه بدات كتشكل واحد الخطر على الساكنه وعلى السيارات اللي جات قريبه من طريق السيار ومن الطريق اللي كتدخل لمدينه المحمديه حتى احيانا بدينا كنلقاو هذا الخنزير في الشوارع المهم اليوم الحصيله كانت مفيده مهمه 24 ديال الخنازير اللي تقتلات والاهم فيها وهو يعني اكثر من 13 هما اناث اللي عامرات يعني الحمد لله يعني هذا العمل هذا مهم غادي يهني المدينه من هاد من هذه هاد الافه هذه الاعلاميه اللي درت مواكبه وتتبع على هذه الاحاشه اللي كانت هي احاشه من نوع خاص ولا سيما في هذه المنطقه الرطبه اللي هي داخل مدينه المحمديه وكما عرفتوا تكلمنا بان هاد الافه ديال الخنزير اللي تسبب واحد الرعب للساكنات المحمديه ولا سيما مستعملي الطريق اثناء الليل الاحاشه كانت ناجحه 100% لان قلصنا واحد العدد اللي اجتهدوا به هو 24 خنزير اللي هي تقلصت يعني هذا عدد لا يستهان به وان شاء الله هذه بدايه خدينا نظره وفكره على المنطقه مره اخرى ان شاء الله غادي نكونوا دايرين من حسابها مزيان وغنحاولوا يكون العدد اكثر من هذا العدد اللي قتلنا هذا النهار ديال الخنازير وهذه مده كبيره احنا كنعاني منه لان هو كيقتل واحد الضرر كبير للغولف يعني الغولف كيطلب واحد الماء يعني كيطلب واحد يعني العنايه كبيره من ناحيه استغلال الغولف من ناحيه الاهميه اللي عنده لهذا حنا بحال الحيوانات كيشكلوا عندنا واحد الخطر كبير لهذا اتصلنا بالجهات المسؤوله وساعدت العميل يعني عطانا يعني واحد اهميه كبيره باش يكون هذا القنص وندير واحد الحد لهذا الازمه اللي حنا كنعانوا بها داخليا بغينا نعرفوا التوقيت اللي كيخرج عندكم في الغولف. هو في الحقيقه يوميا حنا ملي كنجيو الصباح للغولف كمسؤولين كنصيبوا الارضيه كلها مبعثره يعني مبعثره لان كيقلب على البلايص اللي هو فيه ما ياكل وهذا لهذا هذه ظرف واحد عامين وحنا كنعانيو من هذه المساله هذه لهذا اتصلنا بالجهات المسؤوله باش يحدوا لنا من هذه الظاهره هذه ونتهنوا منها مره واحده لان ما كيشكل واحد الخطر كبير من ناحيه يعني السلامه ديال اسمه المنخرطين ومن ناحيه ديال السلامه الارضيه ديال الغولف لهذا راه كنشكر الجميع وكنشكركم انتوما الحمد لله اش غنقول لك اليوم نهار كبير
المهم فاتي كامل هو كلشي داز سالم، كلشي داز مزيان الحمد لله، يا بايو داكسيدون، هادشي هو اللي كان نحتو عليه من الاول. والسيادة تبارك الله عليهم كانوا تما في الموعد، تفرجوا مزيان، ضربنا حلوف، ضربنا لي زعما الحلوف الخنزيرات اللي عامرات سكيفي اللي كان غيدير ضرر كثير. واش غادي نقول لك، تبارك الله على الصيادة، زعما اليوم كانوا مزيانين، ما ديما نقول السلطات تبارك الله عليهم، الصحافة حتى هما كانوا حاضرين، والنتيجة الله يبارك فيك، والنتيجة تبارك الله كانت مهمة. ونحاول عاوتاني إن شاء الله مرة أخرى نعاودوا حيها أحسن من وكالة، لقاش هذه أول وحدة و دا زوين، ولكن لا دوزيام إن شاء الله غادا تكون أحسن. 15 محمد راي، جمعية مدينة الزهور، القنصور الرمية وحماية البيئة المحمدية. هاد الإحاشة أخويا بعد ما صدروا بعض الشكايات من الطرف المسؤول على نادي الجولف الملكي والنادي ديال التنس ديال المحمدية والساكنة، وبعد شكايات من السائقين لان تعرض السبيل ديالهم في الطرق وتسبب في بعض الحوادث السير، والشكايات وتكرفس على الارضيه ديال الجولف، وكانت واحد الشكايه يعني استدعى العامل يعني اخذ واحد الاجتماع طارئ على حسب الاحاشه، وتجمعوا الجمعيات والجمعيه ديال النادي البلدي السي جمالي ورئيس الجهه السي حدادي، ودرنا اجتماع مع السيد العامل وخدينا قرار مع المياه والغابات باش نزولوا هذه الاحاشه هذه في اقرب وقت، والحمد لله كانت الايجابيه، ومرت هذه الإحاشة في أجواء جميلة جدا، وكان القناصة ممتازين وقنصوا حوالي تقريبا 24 خنزير، يعني راه كانت مسألة ناجحة، وكانت في الصميم ورفع الضرر من هذه المنطقة هذه، وكانت ردود افعال ايجابيه ديال القناصه ولا الحياحه ولا المسؤولين، وحتى السلطات المحليه هي ساعدتنا، والحمد لله دازت الامور في احسن الظروف.